بالنسبة لموسيماني، واحدة من اللقطات اللحظات اللي دخل فيها قلوب الأهلي وجماهيره لحظة القاضية. ممكن كلنا فاكرين الصديق العزيز والمعلق الجميل عصام الشوالي لما أطلق صيحة القاضية ممكن اللي جابت التاسعة. مهيب عبد الهادي ومعاه بيتسو موسيماني سأل عصام الشوالي، نشوفه. شريك القاضية موسيماني، تحب تقول له إيه قبل كأس العالم للأندية؟ ومع طبعا كل الامتنان لجماهير الاهلي اللي يعني بتعشقك وبتحبك جدا، لكن برضو جمهور الزمالك زعلان منك. والله سي راهو حكايه القاضيه بعيدا معناها على التعصب، يعرف جمهور الزمالك انها لو جات هي شاطها شيكابالا كانت ممكن ستخرج نفس الكلمات. حلو. هي حظ الاهلي ولقب الاهلي وجات في وقت قاتل في دقيقه 85 وماس محضره العفويه راهو عندها معناها تظهر، اللي يخرج من القلب يوصل للقلب. بالنسبه لبيتسو نقول له كافارقه نعملوا كثير على المشاركه المونديالية قادم الاهلي رغم كل الظروف. اكيد هو مدرب كبير برشا من احسن المدربين في القاره السمراء، درب نادي كبير في بلاده سان داونز، جاء النادي الاكبر في افريقيا الاهلي بالقابه، اعتقد مذاكر كما تقولوا انتم تاريخ النادي الاهلي ويعرف ان الاهلي نجح في استيعاب وربح بطولات وكؤوس وهو بالاحتياطيين وبالصف الثاني وحقق بطولات افريقيا في احلك المواقف، فبالتالي كي يقرا درسه ويقرا من هو النادي الاهلي يعرف انه حتى في الغيابات الاهلي بمن حضر، ونستناه ان شاء الله في مونديال مشرف للكره المصريه. بالنسبه لبيتسو الحقيقه مدرب محترم جدا، مدرب انا قلت انه مكسب الحقيقه، مو سهل يجيب التاسعه والعاشره ويجيب السوبر الافريقي في مناسبتين ويجيب ايضا ثالث العالم الحقيقه على خطوات مانويل جوزيه يعني بالارقام وبالبطولات. كلام مهم جدا وياتي الانصاف من الناس اللي مالهاش مصلحه. اما مساله القاضي ممكن هو قالها قبل ما قفش يجيب الجول، وكان عارف مين اللي هيجيب الجول، انما استشعر ان في ريحه إن خطوره، في ريحه خطوره دلوقتي الدنيا فيها جول. القفشه ممكن، القاضي ممكن، القاضي والقفشه ممكن، هو القفشه ممكن. فالحقيقه يعني الكلام اللي قاله في حق بيتسو موسيماني الراجل يستحقه. وانا ده اللي عايزه رسالتي بقى انا لموسيماني يعني. ايوه. ما هي الناس شايفاك اهو والانصاف اهو، لا تلتفت الى محاولات استفزازك، هتلاقيها كتير الفتره دي. نصيحتك لبيتسو موسيماني. ايه؟ هي دي، ما تلتفتش، العالم يقدرك. السواد الاعظم من جماهير الاهلي تقدرك. الاداره تقدرك. الاداره عايزاك بدليل انها بتتفاوض معاك. ولكن يعني طبعا تمن ضريبه النجاح كده، في ناس هتعرقلك، في ناس مش تملي، مش تملي اللي بيتقال لك ده يعني وراه حسن نيه يعني. فخلينا في الاجابات زي ما الكابتن صالح قال. ها وانا يعني انا اصل عاصرت الفتره دي مع الكابتن انور تحديدا، كان فتره لا تطاق، كان الجماهير بتروح كان الاهلي لسه بيتجدد يعني. وقال له، قال له احنا يعني كل اقدر اعملك دعمي، لكن حاول انك انت تتحمل هذا الكلام لحد ما نعدي من الفترات دي يعني. انا ده اللي عايز اقوله، انت تحظى بثقة المسؤولين في النادي الاهلي والسواد الاعظم من جماهير الاهلي والمنصفين في الاعلام سواء داخل او خارج مصر. واديك يا عم وصلت لايه نيويورك تايمز، اديك وصلت نيويورك تايمز. لكن انا برضو ما فوتش حتة عصام الشوالي ومهيب بيقول له القاضية ممكن، قال له اصل اللي بيخرج من القلب يروح للقلب مباشرة، فقلب عصام الشوالي معروف لكن أنا